بونجور لي بوزيتيف ولي بوزيتيف اللي جداد معنا في القناة، مرحبا بكم. اللي ما كيعرفونيش، معكم إيمان، أخصائي تغذية وكوسميتيك. في الفيديو ديال اليوم غادي يكون الموضوع اللي تسنيتوه وهو موضوع ديال الكلف. كما طلبتوا مني غادي نعطيكم اليوم وصفة ضد الكلف وضد التصبغات. هاد الوصفة للأمانة ماشي أنا اللي اخترعتها، ماشي اجتهاد مني. هاد الوصفة كنعطاها لينا ملي كنا كنقراو ان بروف ديال الكيمياء الحيوية، ان بروف مصري، وهي وصفة بسيطة بزاف. وصادف في نفس الوقت ان يعني كنت كنعرف هذيك الوقيته واحد السيدة اللي كان عندها واحد الكلف اللي هرموني، وكان عميق يعني مدة، ويعني وعالجات ولكن بقى ليها بزاف دوك لي طاش باينين بزاف، لدرجة انه واخا كانت كتكثر الفون دو تان كيولي يبان اللون ديال الوجه خايب بزاف. واقترحت عليها، قلت لها انا الوصفة هي هذه، مي ما عمرني ما شفت النتيجة ديالها على شي واحد او لا، يعني خوديها وفتي سر الله، ولو ان المكونات ديالها راهم مدروسين ومزيانين. فوالا السيدة جربات هذيك الوصفة، مشات دارتها. انا كنت انتقلت من هذيك المدينة، وابخي واحد شي ولا ست موا تقريبا صيفطات لي الصورة ديالها، اللي فريمون كانت واحد التغيير كبير كبير كبير. كانت مواطباها تقريبا شي ثلاثة المرات في الاسبوع، وابو ديال واحد ست موا كان واحد التغيير بزاف بان على الوجه ديالها، ودوك لي طاش بداو كينقصوا بواحد الشكل كبير بزاف، لدرجه انه مابقاوش كيبانوا. وهذا الشيء فرحها بزاف بزاف، وفريمون حتى انا فرحني، لان شجعتني انه من بعد بديت كنعطيها للناس اخرين بكل ثقه، وفعلا نجحت معاهم. دونك المكونات ديال هذه الوصفه اللي غادي نصورها لكم، انا غادي نهضر عليها وغادي نعطي منها مستحضرات. المهم هذه الوصفه هذه غادي كما قلت لكم انا غادي نصورها دابا، نعطيكم كيفاش كتحضر، وباش تشوفوا واحد المكون اللي تقدروا ما تعرفوهش. هذا المكون اللي تقدروا ما تعرفوهش هو التيرميس او لا لو لوبان. هذا التيرميس هذا عنده واحد القدره انه تيحفز على تجديد الخلايا، و كيوظفوه بزاف ديال الشركات في بزاف ديال المستحضرات، سورتو في المستحضرات التجميليه ديال لي زونتيتاش، ولا يعني المستحضرات اللي كتكون ضد التصبغات. من بين الشركات اللي موظفه تيرميس كاينه شركه ديال ميلفيتا اللي مصوبه منه واحد لونتيتاش اللي بيو نكتار برايت، كذلك مصوبه منه سيسلي دايره منه واقي شمسي. إيف غوشي مدخله التيرميس في شامبوان ديال الشعر. كاين 5 موند لابوغاتوار 5 موند مدخلو في واحد الزيت زوينه للمساج، وزيت كذلك لتجديد الخلايا، باش كيعطي ديك لابون مين اون ويل فيتوتونيك 5 موند. شو عاود او تاني الفيدارم، الفيدارم صايبه منه واحد ليكسفوليون دو، وهذا هاد ليكسفوليون دو تقدروا تصاوبوه نتوما في الدار، لان المكونات اللي دايراها طبيعيه ومزيانه وتقدروا تصاوبوها. افيدارم شنو دارت في هاد المقشر هذا؟ دارت التيرميس، ودارت الكوك مطحون، ودارت حتى القشره ديال الكوك البرانيه ميبسه ومطحونه، ومدايره عاوتاني الزيت ديال الكوكو، وكذلك لالوفيرا وفيتامين او، كل شيء هاد المواد هادي باش تصاوب واحد ليكسفوليو اللي او ميم طون كيقشر، او ميم طون كيخلي واحد الرطوبه واحد النعومه. نتوما وحقه، ودارت حتى الشمع ديال العسل. دونك هادو كاملين مكونات. نتوما تقدروا ديروا غير التيرميس مثلا مع زيت الكوكو كمقشر، تقدروا ديروا التيرميس والكوك مع زيت الكوكو، تقدروا تضيفوا واحد القطيره ديال فيتامين او الا بغيتوا. دونك عندكم نتوما الاختيار. فوالا دابا غادي ندوزو نصاوبوا الوصفه ونهضروا على المكونات ديالها، ومن بعد نتلاقاو عاود. دونك كيف كتشوفوا معايا المكونات ديال الوصفه هي هذه. اهم مكون كيف قلت لكم هو هذا
الترمس ما عرفتش واش كيبان مزيان دابا في الكاميرا، بلاتي انا نقرب لكم الكاميرا. ها هو دونك، ها هما كيف شفتوا هذا الترمس مطحون، ما غاديش تقدروا طحنوه في الدار لان القشره ديالو قاصحه بزاف. وها هو الترمس باش تعرفوه، ها هو دونك انا غادي نوريه لكم، بلاتي نقربوا الكاميرا. هو هذا بلاتي نهز واحد الوحيده بحال هكا، شفتوا كيفاش داير، يكون كيبان واضح. دونك هو هذا الحبيبات ديال الترمس، وعندها كيتخالط لكم مع الفول القناوي، لان انا كنت كنحسب لي السميه ديالو بالدارجه هي الفول القناوي، الوغ كو ملي مشيت عرفت انه لا ماشي هو الفول القناوي، هكا كيكون. و فوالا ها هو الفول القناوي هنا كيبان مزيان دونك هكا. والترمس كما وريتكم ها هو كيفاش كيكون، ها هو كيفاش كيكون فوالا. دونك كاين فرق، ما غاديش تقدروا تطحنوه في الدار لان القشره ديالو قاصحه بزاف. دونك هو هذا ملي كيتطحن كما وريتكم. المكون الثاني هو الحلبه مطحونه، اي كطحن رقيقه بزاف. والمكون الثالث هو الغسول او الطمي المغربي كما كيتسمى. دونك الغسول ديالنا هو هذا الغسول. نتوما انا يفضل زعما تاخذوا هذا غسول، يعني حجره هكذا حجره، ولا هذاك اللي كيكون في الباكيطه خضراء. المهم هذا مزيان، كتقدروا تخلطوا هاد المكونات. هاد المكونات كنديروها افوليوم ايغو، يعني قد نفس الكميه، وكتحتفظوا بها في قرعه. مثلا انتم غديروا مثلا 5 المعالق من الترمس، 5 المعالق من الحلبه، 5 المعالق من الغسول، يعني نفس الكميات متساويه، وغتخبيوها في قرعه. مني غادي تجبدوها غادي تاخذوا غير معلقه كبيره وكتخلطوها اما مع صفر ديال البيض، اما مع ماورد، اما مع العسل الحر. انا كنفضل انكم يعني تخلطوها اما مع صفر ديال البيضه، اما مع العسل الحر، اما مع الماء يكون دافي، لان اذا درتوا شي حاجه بارده ما كتلصقش لكم على الوجه، ودونك كتجيكم شويه صعيبه وكيبدا يطيح. والوصفه كدار فقط على البلاصه ديال التصبغات، حتى كي يعني يتفتح لك ديك البلاصه مزيان، عاد كتقدروا ديروها على الوجه كامل لتوحيد اللون. دونك نجيو للطريقه. مثلا نتوما راه غتكونوا خلطتوهم، انا دابا غادي ندير قد مي نتوما غتكونوا خلطتوهم، تهزوا معلقه كبيره من 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 الخليط اللي ديجا محتفظين به. وبس زوينه هاد الوصفه انها يعني براتيك سهله، صافي كتصاوبوا مره واحده وكتهناو. دونك علاش قلت لكم دابا ملي كديروا الماء بارد هاد ما كيتطلقش، ملي كديروا الماء سخون يكون دافي كتجيكم سهله اي شويه. دونك نسونطري هنا وكتخلطوا وتشوفوا. هنا مازال مثلا محتاجين، وانتم كتاخذوا الكميه، انا هي قلت لكم معلقه كبيره، مي انتم كتاخذوا الكميه على حسب التصبغات شحال عندكم، على حسب يعني كل واحد راه عارف قياسه. ولا هنا شفتوا ملي كيكون الماء سخون بزاف، سخون شويه اون فيت، كتجي سهله، كتجي سهله انها حتى تلصق لكم على الوجه. دونك مازال نخدموها واحد شويه، غنجيبها لكم تشوفوها. دونك الوصفه هي هذه، مي كتوجد صافي، كتستعملوها مده ديال 10 حتى 15 دقيقه على ما كان تصبغ، ومن بعد كتغسلوها مزيان 3 مرات في الاسبوع، من بعد كتولي 2 مرات، من بعد مره في الاسبوع، ومن بعد كما قلت لكم مي كتغسلوها مزيان، كتحاولوا ديروا اون كريم ايدغاتونت للوجه ديالكم لانها كتنشف. اون كريم ايدغاتونت ولا زيت نباتيه ولا يعني اي حاجه اللي ترطب لكم الوجه ديالكم. دونك كيف شفتوا معايا الوصفه بسيطه بزاف، فيها الحلبه وفيها الترمس وفيها الغسول بنسب متساويه، ومن بعد كتحتفظوا بها في قريعه وكتخلطوها مع اي ماده يفضل الماء اللي يكون دافي او لا صفر ديال البيض او هذا، وتستعملوها على ما كانت تصبغات حتى 3 مرات في الاسبوع، ماشي مشكل. الترمس كنا هضرت لكم عليه، دابا الدور ديال الحلبه.
الحلبه كتوظف بزاف بزاف الماسكات ديال تفتيح البشره، ولا ما نقولوش تفتيح البشره، ما نقولو توحيد اللون. كتخدم حتى على البشره الدهنيه الا كانت لابو غاس، فهي كتقاد داك لو سيبوم. حتى الوجه اللي كيكون شنو نقولوا اتوندونس اكنيك، يعني دغيا كيتحبب، فالماسكات ديال الحلبه كيوقفوا داك الحبوب، ما كيبقاش يبان. لا تراس ديال الحبوب الا كانت لي سيكاتريس كتخففهم وكتزولهم مع الوقت. عندها بزاف المنافع، كتستعمل حتى للشعر، كتستعمل دونك كتستعمل الكلف، كتستعمل بزاف ديال الوصفات. غادي نعطيكم واحد الكادو، الحلبه شنو تيجي معاها باش كنزيدوا الفعاليه ديالها. مثلا الا بغيتوا ديروا الحلبه كغوماج، كيجي معاها سورتو اللوز مطحون، يعني لا بودغ ديال اللوز، كيجي معاها الكوك مطحون، وكيجي معاها حتى العظم ديال التمر مطحون. هادو كيجيو مع الحلبه بزاف في لي ماسك والكوماجات. الا بغيتو ماسكات للبشره الدهنيه والبشره اتوندونس اكنيك وفيها الحلبه، تقدروا توظفوا معاها سورتو الطين، اما الطين الاخضر اما الغسول. وتقدروا توظفوا معاها اوسي الحريقه، الحريقه لوختي بيكونت، هذه الحريقه يعني اللي الحاره، الحريقه اللي كتقرص فوالا. ولا بغيتوها للشعر فالحلبه ممكن كذلك توظفوا معها الحريقه مطحونه، وممكن كذلك توظفوا معها لي بودغ اللي كيتباعوا، البودرات الهنديه بحال املا بحال شيكاكاي، دوك اللي تيدخلوا راه كيتباعوا دابا كيدخلوا للمغرب، ولاو كيتباعوا كيدخلوا في لي سوان ايورفيديك، دونك هذوك راهم مزيانين. واون جينيرال الحلبه مفيده بزاف للتصبغات الجلديه. هادي كان نورمالمون خصني نشير ليها في الاول ديال الفيديو، انه الكلف خاصكم تعرفوا السبب ديالو. ديجا الاسباب ديال الكلف راه يقدر يجي من لا شيء، ما كاينش شي سبب محدد، كيف يقدر يجي من الشمس. اذا جا من الشمس محلوله، اذا كان السبب هرموني هنا غتعالجوا هذا السبب. اذا كان عندكم خلل هرموني عالجوه، اذا كنتو كتاخذوا حبوب منع الحمل، لان الناس اللي كياخذوا العيالات اللي تياخذوا حبوب منع الحمل يقدروا يديروا لهم الكلفه ولا التصبغات، دونك يحبسوها. وديجا انا كنصح كاع العيالات يحبسوا حبوب منع الحمل ويستعملوا انواع اخرى من المنظمات. حاجه اخرى عاوتاني، يقدر كما قلنا الخلل الهرموني يقدر يكون حتى مشكل ناتج على الغده الدرقيه، يقدر يكون مشكل ناتج على العلاج الهرموني. يعني السيدات اللي تعطلوا في الولاده ولا هذا كياخذوا علاج هرموني فبدا كيبان لهم الكلف، لان كيقدر يكون حتى سبب الحمل، لان كل شيء هنا مرتبط بالهرمونات. وهنا في الكلف كما قلت لكم خصكم هنا تعالجوا السبب. بعض المرات راه المراه كتحيد غير الكينه ديال الحماله وصافي ما كيبقاش عندها الكلف، او لا كتولد يعني بعد واحد الصراع كبير مع الخلل الهرموني والهرمونات اللي كانت كتاخذ والادويه، فملي كتحمل وكتولد صافي ما كيبقاش عندها هذا المشكل. كيقدر عاوتاني في الوقيته غير كيكون داك لو ماسك دو غروسيس في الحماله، من بعد اون فوا كتولد كيتحيد. دونك اؤكد الا عرفتوا السبب وعالجتوه تقدروا ما تحتاجوش لاي كريمات ولا اي حاجه موضعيه. نجي لهنا، كاينين جوج انواع ديال الكلف، كاين كلف سطحي هذا دغيا كيتعالج بالكريمات المبيضه، وكاين كلف عميق هذا كيبغي واحد شويه ديال الوقت. حاجه اخرى، البشره الا كانت جافه فهي كتكون اكثر عرضه للتصبغات، دونك اركز على الكريم المرطبه لي كريم ايدغاتونت. وهنا انا دابا غادي نعطيكم انواع ديال الكريمات، هما يطلعوا لكم الصور ديالهم بالاسم باش تقدروا تسكرينيو وتمشيو تشريو الكريم اللي بانت لكم مناسبه. هادو كريمات خاصين بالبشره الجافه. حاجه اخرى، من بعد الكريم المرطبه كنركز لكم على الواقي الشمسي، خذوا واقي شمسي فيزيائي. اذا عندكم الكلف او لا المراه حامله تاخذ واقي شمسي فيزيائي. وهنا غنحط لكم عاود اختيارات ديال انواع ديال الواقيات الشمسيه اللي تقدروا تمشيو تاخذوها، دونك قيدوا السميه ولا هذا وسيروا سولوا وديروا مقارنه ما بين لي بري وخذوا اللي مناسب ليكم. حاجه اخرى،
الا بغيتو تشريو كريمات اللي مبيضه او لا يعني ضد التصبغات، حاولوا ما امكن التركيبه ديالها تكون ما امكن امنه. هنا غادي نحط لكم عاود بعض انواع الكريمات اللي التركيبه ديالهم امنه وما فيهمش مشاكل. واخيرا كنقول لكم انه ماشي دائما داكشي اللي كيكون كتشوفوه في اليوتيوب، كتشوفوه في الفيسبوك، كتشوفوه في الانستغرام، راه مدروس او لا راه يعني ملي كيجي شي واحد يشكر لكم شي وصفه او اللي كيشكر لكم شي حاجه راه ماشي دائما صحيحه. باغ اكزومبل كوجي كلير هي واحد الكريم مبيضه عامله دابا ضجه، كلشي تيهضر عليها لان بزاف اليوتيوب اللي يشكروها. كاين اللي كيشكر لانه عامل اشهار او لا بارتناريا، كاين اللي كيشكر لانه استعملها وفاتو ولكن ما عارفش المكونات، ما عارفش الاضرار، ما عارفش يعني كيبقى كمستعمل عادي ما عنده حتى شي درايه او لا ما عنده حتى شي خلفيه علميه اللي يقدر يتبازى عليها ويهضر. دونك هاد الكريم هادي اللي هي كوجي كلير فيها اولا البروبيل بارابين، ثانيا فيها البي اتش تي، ثالثا فيها السيكلوميتيكون، رابعا فيها الفينوكزيتانول. دونك بزاف ديال المركبات اللي ما مزياناش ومركبات اللي كتاثر على الهرمونات، وحنا ديجا عارفين ان الكلف كيزيد يتقوى بالخلل الهرموني، دونك بعدوا منها. حاجه اخيره للسيدات او للرجال اللي عندهم البشره سمراء فهما كيكونوا اكثر عرضه للتصبغات الجلديه، وهما اللي كنركزوا عليهم يديروا الوقايه الشمسيه، الوقايه او الحمايه من اشعه الشمس، يكثروا ليكرون وما يخرجوش بلا واقي شمسي سخطو ملي تكون اشعه ديال الشمس حاره بزاف. الناس اللي عندهم البشره ديالهم بلقاء ولا بيضه بزاف ومع العامل ديال الوراثه هادو كيكونوا اكثر عرضه للنمش. راه كاين فرق ما بين الكلف والنمش، الكلف راه كيجي كبقع كبيره، النمش كيجي كنقيطات مقاربين حدا بعضياتهم، والكلف كيجي عشوائي. دونك هادو هما اهم المعلومات اللي نقدر نعطيكم. ما عرفتش اذا مازال عندكم اسئله اخرى في هذا الموضوع، مرحبا ما عندي حتى شي مشكل، تواصلوا معايا في تعليق تحت الفيديو هنا في القناه ديالي، مرحبا بكم. ونتمنى على الله انني نقدر نجاوبكم لان كاين ضغط ديال الرسائل. فوالا كنقول لكم الفيديو ديالنا سهله، حاولت نزرب في الهضره باش نختصر من المده ديال الفيديو، ما يكونش طويل وما يكونش ممل، وميم طون يقدم لكم كاع النصائح ولا كاع المعلومات اللي محتاجين لها. كنقول لكم سالينا الفيديو انتهى، نلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله، وبسلام عليكم.